ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مالا قال باب المستشار مؤتمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. أبو هريرة فرمي في عمر عليه الصلاة والسلام بأبو الهيثم وتو خادمتي خزمت كارتي وتينا نيمة وتي باشا كاتك سبايا من بودت سبي من بودت ورا يعني كعبد كويلة كدين يا دجيرين لغزا ورا بويدانيك كد بودابنين روجي كان في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام دو كسيبوهاتن دو عبد بانجي أبو الهيثم يكرد وتي لم دواني شي شان بوخة طلب جيرا تي والله في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام من هالي ناب جيرم توبم هالب جيرا من سيقم بتوه استا في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام بوبا مستشار فرموي إن المستشار مؤتمن ما دام تو مشاورة من دكي دبي من بأمانة إيشد بوبكم بأمانة دول صديق بكم خذ هذا أأمان هالبجيرة بو شكو من بينيم أو نوش دكات كسي نوش كا يرجع خيره إن شاء الله بلان باش بلا قلي استوصي به خيرا كوتي باش بلا قلي شو تي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي باش بلا قلي جنك يوتي جا بياوك والله ناقينا أو داواكاري في غمري خو عليه الصلاة والسلام نهتوانين أو باشية بين لقالي إلا ما يكشد نبي تشيا مقر أزادي كين إيش تازب في غمبر داوي تبيان عليه الصلاة والسلام بوي خزمت يامكا بلام لو كلمة ترسان كوتي باش بن لقالي تيلا باش بون لقالي أويكا رزقاري كين أزادي كين ده هو أزاد بيلا في نبي خوي بروردقارو أزاد يانكر في غمري خو عليه الصلاة والسلام فرموي إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. خواهي يوريش بيغمبرك يا هيج خليفيك سر كرديك كاربدستي چين ناردوا يعني دايننا إلا دو جور بطاني هيا. بطاني يعني چين يعني كسن زيكا كان لعلماء دا علماء بطاني هيا ولات كاربدستان بطانيان هيا بطان يعني او كسي كليد نزيك اغاي لحالي باطني توشيا نك حالي دروت اغاي لنا ومالت هيا اغاي لكسابتت هيا اغاي لخو خواردنو معيشتت هيا اغاي لمشتجتو هيا اغاي لأسرارتو هيا باش ايه فرموي بطانيك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر كسانك هنا بطانيتون فرماني شاكت بيدا كانو نهي خرافة لذا كان أمانة زور نعمة بركة كأو جورة كسانزي كانت لينزيك بيه لقلت بيه فرام جوري اشتر هيا بتيو نتو ليد نزيكا جاب هوي خزماتي او بيه بهوي خوليك نزيكر خولي نزيكر نو بيه هنده كس ليد زاني كردواري دل زاني چوه نوك ديني آنسك ديني كام زويا ببيتو بركتا دزانه دل الله فلانه کس نزیک بم دنیام دزده که بید عالم یک بکار دینه بو گیشتن به دنیای خوی سرکرده یک بدز بکار دینه بو گیشتن به دنیای خوی او جوره کسانه دائما لا تألوه خباله یعنی کم ترخم نابه لچی لوی که او زانایه تیگ ده یا او کار بدسته تیگ ده و براو خرابه بره شو روش ایده سر او ده که لی نزیک ده توانه هولی او ده تیچی ده ومن يوق بطانة السوء فقد وقي جهر كسك بارزراو بي لو جور بطانة خرابانا أو بارزراو لخرابة إن شاء الله خواهي قرب من بارزهم ومن والله برام زور جار كار بدستيا
والله خير تدا بلان بطانك يدورو بري تيشيدن تيشيدن زور جار هي عالمه بهلا دابرا وزور خراب بهلا دابرا خوي والله خير تدا اهلي خيره اهلي صلاح بلان بطانك كلين زيك ندوري عندها وانا تيشي عندها ويدا بي انسان اويكا دزاني خلقاني قل دورني وريايان بيت ودعاش قال اخوا بارته واخوي جور بن باريز لي بطاني شر كزور جاتو ناي ناسي واد زاني بطاني خيره لا رخصاري شي خير دا لد نزيك د بيتوا توش سيقي بي دكيتو ناس زاني او فعلا بطاني شر درشو نك بطاني خير به يعني مسؤولي واهيا فعلا كلا قلي دا نشتي دغي هز دكي او بياو خيري دويت بلام كاورد ديت وراست وشبت مرزادك شي لدوري يا ستير جاء مان لدوري بندبه امري شي بيب كان نصيحتي شي كان دستي بقرن بوتشتيك تفرماني شي بيدر كان اي او مشكله بويا انسان دائما ورياي بطانك خويبه ولا خواب بارته وخوايجان بطاني خير مال لنزيكيتو بطاني شرش مال لي دور خيتو يا رب مال. قال رحمه الله باب المشوره. قال عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر. سبحان الله بيغمبر إخوائي عليه الصلاة والسلام وحي بوده لقال وجد أخوائي قرد فرمي وشاورهم في الأمر مشاوريهم في بعض الأمر لا قراءة ابن عباس ده لهن ديشت مشاوريهم كواتا لها مشتة بيوجنيت ولا حموشتة مشاوره بكي هن ديشت شايسته اوه كمشاوريتي ده بكري هن ديشتش مشاورينا كاكشتكرون وعشكلا ديارة شبيج بمشاورة ناكا جاك پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکرابه له هند شد مشاوره به حوالانی بک ای منوتو زیاتر والله زیاتر والله شته کی کده به همون بیزانین یعنی ک کسګ مشاوری به تو نکر و مزان مشاوره ناک و مزان مشاوره ناک ک کله مشاوری به ویتر کربه به چی ستر کربه تو ک مشاورت پین کرا اکسپل کاک فلانه کس مشاوره به کس ناک ای مدروی کاک له خواب ترسه مدروی حکم چی غلطه لو أنا توب أهلي مشاوري خوي نزانت، بلام كسان يشتري بأهلي مشاوري عم بزانه، أو بريار دانا غلطة إنسان دبي وريابه بالغيب بريار لسر خلق نداد ماله. قال عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. حسن فرمي والله هيك كسيجنيه هيك قوم جنيه كا مشاورة بكن لناوي يكتر دا إلا خوي ورهدات يندبوا باشترين رجع. إن جماعتي خويندو أمره مشورة بينهم. كوا تأ إنسان لا مشاورة كردن سرر ناقة. كمشاورة ذا كي عقلي كومالكس دين يبال عقلي خود. كوا تأ عقلي دوكز ليشك باشترى عقلي سيكز لي دوكز باشترى. بو إنسان سر كوتو ده بك مشاورة بك. ماله. قال باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. تكمل حديث كأواه في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي هركس بناي منه وشتيك بلك من نمت في باشويني خويل دزغ ببينتوا وهركس يشيش كبراكي مشاوري في كيرت بلام راسترين شتي بينوت أو خيانتي لكردو خيانتي لكردو ويدا بيوريا بكاكا كسي كيا سي قيبتو يدي مشاورت بيدكا چي بو خود بباشي دزاني اوش بو بلي نخيانتي لك اخوة فرصتا ما دا مشاوري بمن كردوه يستاد اي خمد دولي چي تروه دوري دي خمو لخير اما خيانتا انساني وصلمان نابه خيانت كار به مل. قال باب التحاب بين الناس. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شون دوتري هندجار حري أن يكتب بماء الذهب بآوي آلتون بنسرة وام حديثة شايستة هم حديثة كان بلام أما بوشي دلم تقد أمبلا بلايتيا نا قادر ميك درجيك سلميك بلا بلا كبيد لسريا كم دانا انجا اتشي تدوم دوم انجا اتشي تسيم انجا اخيري دادبات او شويني كتوتو سر الدخا اما اخير بلا ما دما نيو بيخيني شويوا بهاشتي انا دما نيو اخير هنقاو ما نبتيني ناو بهاشتو نا ما نبتيني ناو دوزخوا
دي برا كم دزاني او اخير بلاي يا كم بلاكي كامايا لشو دس بيدكا يا كم بلاي استا بيغمبر بيد الله عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تسلموا لسروا دادا بزي سري سروا بهشتك بيغمبر عليه الصلاه والسلام دفرم سوين بوي نفسي مني بدست ناتش نبهشتوا تا ببلاي جير خويدا سرنا كون كاتشيا مسلمان بونه مسلمان نبي ناتشي باش كافر ناس تبر إيه كواتا مسلمان مجازي تبر أي إسلامتي شوندت إسلامتي بلاي كي لجيرة تا بو بلاي ده أنا شيء ناتشي تا بلاي إسلامتي فرمي ولا تسلم حتى تحابوا مسلمان نابن أو إسلامتي بتان خاتا باش تو يكسر تا وكو يكتر تان خوجنا أوه كواتا لبيج مسلمان بون أو نك بيج ولا كافر تبي مسلمان پیش اوی کتو بیبیت او مسلمانی که خواده وشته که مرجی چیه مرجی که چیه ای وی مسلمانی اکترتان خوش بیه که اکترتان خوش نبیه او مسلمانانین که دتان خاطه چوه پلی اخیر که چوه که بهشته او نین اینجا ای باشه او خوش ویست نبا چی پیدا ده بیاره چون واب کن او مرجی مسلمانی تی تواو بدز بینین فرموی افشو سلامت حابو سلام لنبي كتير داب الله كان وسلام ليكتير داب كان يكتير تان خوش ده. إتو بتنج مسلمانك ده دروي سلام اللي ده كي مراد ليه ده كا. خوش أيش تدروز ده بيه؟ دروزنا. أو سلام لتوب كا تو والله من ده يتوزق سلام اللي بك. تمارش عشان كي. خوش أيش دروزنا بيه؟ جاران توزير رقيلة توبه يستا أمان ديت الرقيلة ده. إذا لبوا خاطري قا سلام لك الجواب إني دامو. كاتا ما حد بدروز نبو. كما حد بدروز نبو شيء. كاتا أو مسلماني كا شايستي شونه شويت. شایسته چونه بهشتید بایه بهشت مسلمانی تواب مسلمانی تواب باهی چی ده به خوش بیستن خوش بیستن باهی چی ده به باهی سلام ده به ایتو که سلامکت بری نتهشت که وقتا هر لبنه و که که قادر مکت بن حلول کردوه بلی والا بعضی چی برز دادم یکسر با بهشت بخوانه چی بخوانه چید بایه افشو سلام بینکم که که سلام لیکتر بکن بخواقه سلامی لیناکم والا میشینه ای بو که که بو باو چی کشتوید جنيلي هالقرتوي تشيه بوتي ام حقده تشيه نا كاكا نابي نابي مبينين فلانا كاز لاي فلانا كاز والسلام الى فلانا كاز كير يعني والله نازاني قسما بالله درديك تشي كوشنديه زور كارسات زور كارسات يعني بوشي وازا ما مالكردن لقاليه كتير زور كاسيكا ليره ولويدين دلا كاكا توكاتي خوي بكاسي قلت كو سلام لك سيكنك استاش هر كسك داعي به بو بدعاء داعي به بو تحزب داعي به بو ضلاله دلم سلام اليمك استاش هر كسك فلا مو كسي منو تو سلام اليمك استاس باس بخوي پرودگار حزب ادي به جنازانه دعوه بو توحيد دك دعوه بو سنه دك مالكو مال اشتجدا مخالفه لقل من يا لقل تو هبه كواتها فرق يا براك ايا دينا كمان غورينا باخوانم غوري هر كسي داعي ضلالات بين السلام اليمكنا مصاحبي بك بهيك شوازك يدعو الناس إلى النار، يدعو الناس إلى البدع، أما جوازة برا، أما تبرأ مسلمان تا، وكنت تدعو بتوحيدك، وكنت تدعو بسنتك، وكنت تحذير للشرك دك، تحذير لبدعة دك، تحذير لتحزب دك، تحذير لتفرقة دك، إيه شيء تكاك يستبوه، نسلام نكلام بو شيء خير خير شيء موضوع شيء، نا من هذي يقرب وقيم، أخذ شيء يلدقري بس يوم ولا شيء يلدقري، إذا بقى أمة تجب زانة خلافك لا سر شيء، بو شيء علمانيك وملحدك. بيت دلي بو خوش به كاك لبيني اهل السنه درزو كلين هيا بو دليان خوش دكي بو ديلي درزه به دورا كاك حي على الصلاه باشرب كاك خلافه كم لقل فلانه كزل سر ياك دو سيشته اسر كوري صراحه بقول الحمد لله استزانم خلافه قال سر ايو سيشته كباس لك قربان ورا بدانيشين اگر حق لايتو با من توبكم وبي مسر او حقيتو بدليل حق اج لاي من توبه الله دا تشوبي ورا سر او حقيك لاي منه كاردوش من بهلا ده شو الكسي يشتري نصيحة ما قادتشين أو حق قبول ده كين الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها والتقطها إبو بيهرين نابو قيامات يعني تا قيامات منو تو دوش من يقبين سلام ليك ترنك إخوة أو يدبي في عمر عليه الصلاة والسلام نافر من دسير وزياتر نابي دنق ليك راقرن إيه أما أنا تي ناقي تو ناكاك السلفي صالح زياتر لسي أخي لسر شي لسر بدعي مغلظة لسر مخالفي دين مخالفي سنات مخالفي امري صريح في عمر عليه الصلاه والسلام تقول براكه ده نابني كاكا نايبني لسرشتي اجتهاديه يعني لسر راي خوت راي خوت اجتهادي شي خوته
استاتو دنگد لبراكت راگرتو تفرقيج گورا دروس كردو اهلي الحادد باهلي سنه خوش كردو دين نمونه ده سيري كتفرقه هي لبيني عند ايبو هبيبو بس بيمر تفرقي من طول سرجي دورتيم غير والله من نازل بالله من نازل خلافك انكاري شي ما لدك الا تشتي توحيد سنه لا ما ندبي والله نازل رحم الله امرا ان اهدى الينا عيوبنا كاك فيما بالله بس يدرو دلسكناكم كاك ما انا خلاف علماء دك انا مجاري اخوان درو يدك علماء شي عالمك لما سليك دا اجتهادك بقصينك خلاف علماء ما نكردو او عالم بقسم نكردو بقصي عالم يشترم كردو كاتا ما درو ما هيجني امس بس احمدنا باوانه كدلين راستينو منهجي رسول الله من قبوله كاك بونين او تفرقوا خلافنا كوشيا ولا نان بلين كاك يقدو سي رخنا من هي بيتشواني سنته تاو كشار سر بغريو تفرق النبي ملحد لي فيما خرج به نا هلي دغين بقيامه بچ الدين يكلي دغري بقيامه لا شوي قران وحديث ذاته خلاف لبين مسلمان منته تا قيامه حالنا كان اي اخوي يقولني فرم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم نيفر مو فاخروا خلافكم الى يوم القيامه اصلحوا بين اخويكم وياب براكان هول ندين ك بهج لدس خوماندي چكو بهج ام مدرجه ام بلا بلايه بهج الدوي دبي مسلماني توابي كيكسر بتبي مسلمان دبي يكتر تخوش بي نابر قله يكتر بي ما تشيا يكتر خوش يستن دروز نابي السلام نبي تو بو سلام لمناكي بو الله سلام نادي تو كاك تشيا لبين تو دا اگر خلاف توحيد وشرك ما هي بسرسرم كخلاف سنه وبدعه ما هي بسرسرم ديسان قيناك اي بس فيما نال خلافك اشياء باب زانين با امتي اسلام بزان خلافك اشياء كوم على درو درسو بهتان كاكل قال علماء نو دجي منهج نو لمنهج سلفي باش غزبون تو دستي على قال حزبي تاكل كذا ام درو درسي شي عيبنا كان شرمنا كان لي درو بهتان ده كان باش كذا يعني ما مستاك بلا من لقبي سلفي بخم دانانم شون ألبانيني ود محمد ناصر الدين السلفي درا محمد ناصر الدين ألباني عبد العزيز بن باز محمد صالح العثيمين من شكاك من لقب سلفي دانان بلان بس سلفية بحق دزانم هاكاك نابين بوخوي دلا بوخوي دلا وازم لسلفيتنا سبحان الله درو دكا سيري تشاوي شدك ابو تاني شد بودكا بو درو دلسانا ناكرت ورا حقيقتك بخلق لكاك خلافي تولى سرجي كاك تشدش تو بي مامله ازاركت لشيه بي مامله ناتواني بو ناتواني ايش ايه أوي، هل يري إيش ذكره بخالق بله؟ والله كذا كم حسبه وضع ناك، هناك ريوا بله، نا ليجرا بوق يامد ليجرا، هلي دقرين بوق يامد هلي دقرين، بخوا حقت فيه سر برز دكيت وبأشكره ده لي أقوى تخلافك أي، نا لي هلي دقرين بوق بس يجت بيني، كي يجت بيني ناتشار أو خلك لو تلبيسة ده دهليته وخلق أقوى دهليته وملحد من فيه خوش دكي، أما حقت فيه دورك خلص نجوا بقرن أها مخالفية ما يعتدك مخالفة حديثك بزنية بهر حر إيه كواتب إما وأنا بن بلا هولي محبة وسلام كردن بدين إن شاء الله تعالى بو أويك أخوا خوشي بين بو أويك أهلي أو بنتينا بهاشتوا إن جا فرموي إياكم البغضة كورك هكذا بيكتر تان خوش بينا بيرقتان ليكتر بيتوا إيه أهل إسلاما إياكم البغضة والله هي أو ندرقي لي مانا قسما بالله او اندي هيا انا او اندي رقي لمن رقي لشيطانيه او اندي رقي لمن او اندي بخويني سري من تينوا او اندي رقي ليهود نصارانيه اي بو كاكا بس في مبلغ اي والله من واني بلان برتان بخوا من واني كامتان بلي من ام ادم سلام كم من تسبيش قليله كم نقلب ري محتاج يتوب بس بو تفرقنا بلا من مسلمان او قبولينيا اياكم البغضه او رقكيني ذلك فريده بو فإنها هي الحالقة. في عمر دفتر أود داتش ها موس شون مدتاشة أو رقوق كيني ضلت أود دينك الدتاشة دين الدتاشة. لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ومثلاً هو موسى كوموت الدتاشة دينك الدتاشة بأخوة دين الدتاشة. والله هي شيء ضل من أهل السنة لم كردستانا. شيء خوي بأهل السنة دزانة دعوة توحيد السنة دك. اما دم استابش بمالي بمرجع قبولي به كاكورا سلام ليك تركين برايك ترما خوش به كشي هيك قبوليني ديارة شي شيء ايوا شي شيء شي نفسي ونخوشي شي دلطانا اجيناك قضيك قضيه دين به قضيه السنه بدعه به بلا دور باداني شي وكدو بلا مناقشه يمكن قيتك خلاف بين علماء شهبوا ابدا درجي داخست ولا دوره وتقدي ذكاء برجع دبابي ما بيشوا رجع كم دبز بابي مروبرو نا 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 بيشوا
من لدور وتقي خم دكم تنايبي تبيشوا أما أخلاقه خواه ذاتي ملاقدة بله. قال رحمه الله: باب الألفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نر مثل تقارب القلوب. الله نعمت يعني كفراني بلانبر ذكريت يعني تشاكيكا سباز نكراو سبلايتي بلانبر هبوا خصيلي خزماتيش قطع ذكريت بلام دفرمي هيتش تيكم نبيني وباش بيت وكوشي تقارب القلوب يعني خوج ويستني شي راس تقينا لدلا كان دا برامبر يكتر اميا دوام وبقاء بودا منيتو يعني دي قد كسيك تشاكي شي اللي قال كردوي لواني يعني تجاره وكسابتك والدنيا اغلى بين تان دابوا او لواني بين تان تكشي كره اللي قال خزمش تكدا شي برام تقارب القلوب ايمان داران لسر اساسي ايمان يكتر يان خوج بي الكتر زي شتي وكو اوانيا او هرد منيتو بردوام دبي خزماتي دبصره برام او برايتي ايمانيه دوام دوام دكاتو نابصر إن شاء الله تعالى بمرجك محبتك الصادق بلا بيناوي خوابه شكا متأثير نابي بشي بأموري خارجية مالا. قال: باب المزاح. قال عن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، وفي طريق أخرى عنه أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لا عبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نقلكم الله خزاني للرقاب وأم سليم شيل قلبه براء كري مالك كأشتركاني ليدا خري وأنجشة أنجشة كأشتركاني ليدا خري وأشتري أفرتكان كسواري ببون يعني لدواوا يعني وكو بلي جورا تشيبي بلم نشيدك جورا شعري كي دخوين دوا جورا قرانيك طبعاً بي موسيقى ولم كلماتي باش أما وايد كرت وشتركان سريع برون سريع برون وكان حسن الصوت دنجي شي خوش بو أما وايد كرت وشتر سريع بروا كوشتر سريع بروا تشيلة سريع هالبوزو دا بس دكات آفرتكان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي رويدك يعني لسر خوبة سوق سوقاً رويداً يعني ارفق بهن أي أنجشة لا لسرخود با أوانا بسريعي أفردنا ببو سريعية ولاخ كيلي بخرين ري بوشي چونك قوارير أوانا وكو أفرد وكو شوشوهاي أفرد وكو شوشوهاي بانش چيد يعني لا دوروانگا و أفرد وكو شوشوهاي لروانگا يكو چون شوشا ناسكا أفرد إج ناسكا لروانگا يدوموا يعني چون شوشا رونو يعني جوانا بوشيوازيا آفرتی جوایا دبی مراعاتی بکی و آگاد لیبی، آگاد لیبی. هر دو چی چیه؟ هر دو چی مدح بو آفرت در وانگی کو. یعنی بو آفرت، آو ناس چیتی جوانه بو آفرت. بله بو پیاو طبعا زبریتی جوانه. هر یه چی چیان تقلیدی ایویتر بکاو خوی بچونه ایویتر ناشیرین دبی، قیزون دبی. ما مسیح لیر دا. ابو قلابه دا فرمی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم کلمه چی ود؟ اگر استا ایم بیلین لمن دکن عیبه. فرموي لسر خود بلقل شوشكان يعني كي بچي ود شوشة بعفرتي ود قوارير قارورة باشا استعمل بيقولن أحمد شيك عكم كلمات الناس كان بكار ديني هسيه هي شيء تدانيو في عمري خالد صلى الله عليه وسلم بكارينا أماش درسي كبو عفرتان وريابن خوش كان إيه ووكو قارورة وان ووكو برداغي شيء شوشة وايد شوشة كشكا تشاغنابي توا كشوشة كشكا تشاغنابي توا یا شوشه بچوکترین پلای پیو دیاره، پلای پیو دیاره شوشه. پل آموزا ل دیوارک، دیوار یکم ناسق نیه بشه. دومیم پلاشی پیو به اون د پیو دیار نیه، بس شوشه رونه، پلاکانی پیو دیاره، آو دیوی دیاره. خوشی برز تو شوشهت آگاد ل خود به خود بپارزه، لشکانو ل پیزبون انشاالله ملا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا،
قال إني لا أقول إلا حقا. يعني في عمر إخواني صلى الله عليه وسلم قالتش معنا قالتك يبتي بلا قالتك بلا حق إجنا بينا يلم قصي حقنا بينا يكم كواتا قالتا كردن دروستا مداعبة دروستا قورة بيكا بچوك بيكا عالم بيكا بلا نابي كتو ولا دي قالتا بكين دسكي بدرو كردنو قصي فرو فوچو هنده جار دبينين لا تلفزيون كان كمال كس برامج كوميدي وبيكاني ناوي دكان بلا همو يدرو همو قصي سوق جنيو ناشرين اما كاكا هيتش شرعيتي تي دانيا انسان غلطت كبلام غلطك حق بيت مل. قال عن ابي بكر بن عبد الله قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتباداحون بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. بكر بن عبد الله ذا فرمي بها ولاني في عمره صلى الله عليه وسلم بكالك ليكتري عند دا شرك الله شي عندك ليكتري عند هذا يعني قالتين اللي قال يكتر ذاك فلام كاتك شتي جدي هات با اذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ما انا بياون بياي مردن كاترجيان النبي هر قالته به با قالته شي تي دابه جدي شي تي دابه ككارو باري جديه تو بياوي شي بياوبا وهذا قالته بينا كجدي جنيه لنا يكتر ذا قالته كردن اسايه ودروسته. قال عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال انا حاملك على ولد ناقه. قال يا رسول الله وما اصنع بولد ناقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا النوق؟ مال كبرادت لا في امر خالي صلى الله عليه وسلم بوي شتي تش بداتي والله خي تش بداتي سواري به وتي والله من تنها دتوانم سواري تش بكم ولد الناقه يعني بيتشي تش وشتر يعني أم كلمة يبو بكاره هنا شون بلي شوازك به كبرى بلاي وسير به وفي جاي في عمر يخوار صاصم تجيب كم لبيت شوي ناقة وشتر في عمر علي صاصم فرمي باي باشا وشتر تجيب به هر بيت شوي نابي بيت شوي وشتر شهر وشتر نيا بوجي بلاي توسير ما بس تن قالته إلى قال كير مزاحي إلى قال كير بلا مزاح كي حق يا دروي حق بلا. قال باب المزاح مع الصبي. قال عن أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال تكردن لقال منال في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو أنت متواضع بلقال منال قال تي ذكرت أنس رضي إخواني بده فرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم تكل ما عندبو لقال ما عند تكل دبو برأيكي بتشوكم هبو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بكونية بانجي ذكرت باوتي فلان ديفرن أبو عمير ما فعل النغير يعني وكو تشولكي يشي دنكسورة بالنديك وكو تشولكي ودنكسورة فرمو تشولكا كتي ذكرت تدكات يعني ما بلغي لسروي كدروس إنسان بالنديه بيلا مالدا لقفصيش دابي بلام خوارنو آي ودابني جاء أو منالا بالنديه يشي هابو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بانجي ذكرت ها أبا عمير ما فعل النغير تشولكت تدكا وزعي شونا يعني قالتي لقلو منالا ذكر هم تواضعي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهم دروستي قالت كردنا حتى لقال من الله. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً.